طب خلينا ننتقل بقى للحديث عن مؤتمر هام جدا، وهو المؤتمر 31 لصناع القرار العرب والأمريكيين بواشنطن، والذي نظمه المجلس الوطني للعلاقات الأمريكية العربية بحضور مكثف من أعضاء الكونغرس والسفراء العرب وعدد من الوزراء العرب والأمريكيين الحاليين والسابقين وقادة مراكز الفكر والإعلاميين. المؤتمر خصص جلسة خاصة عن مصر بحضور باتريك مانسيو نائب رئيس المجلس القومي للعلاقات الأمريكية السعودية، وسمو الأمير تركي الفيصل آل سعود رئيس مركز الملك فيصل للدراسات الإسلامية، والسفير السابق بلندن وجون برات رئيس مجلس إدارة المجلس القومي للعلاقات الأمريكية العربية، وجان ديوك أنتوني الرئيس المؤسس والتنفيذي للمجلس القومي للعلاقات الأمريكية العربية. وكان المتحدث الرئيسي في هذه الجلسة النائب محمد أبو العنين وكيل مجلس النواب. وقد شهدت الجلسة تفاعلا كبيرا من الحضور وإشادة بما حققه الرئيس عبد الفتاح السيسي من إنجازات على المستويين الداخلي والخارجي، وأن مصر قدمت خلال السنوات السبع الماضية نموذجا يحتذى به في استعادة الاستقرار والمضي قدما في طريق التنمية في ظل عالم تضربه الأزمات المتتالية. كما عرض النائب محمد أبو العنين وكيل مجلس النواب فيلما تسجيليا يرصد أهم الإنجازات التي حققتها مصر من أجل بناء الجمهورية الجديدة. ووجه النائب محمد أبو العنين الدعوة لمن يشاء من أعضاء الكونغرس ومن مراكز الفكر والإعلاميين لزيارة مصر والاستماع إلى الأحزاب والبرلمانيين والمفكرين، متحدثا عن القفزة التي تحققها مصر في مجال تعزيز حقوق الإنسان، حيث أطلق الرئيس السيسي العام الماضي أول استراتيجية وطنية لتعزيز حقوق الإنسان في مصر. وأشار النائب محمد أبو العنين وكيل مجلس النواب إلى جهود الرئيس السيسي الكبيرة لتشجيع القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال، حيث أصدرت الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة حزمة من السياسات والتشريعات التي تزيل العوائق البيروقراطية وتعزز المنافسة وتحمي حقوق الملكية الفكرية وتحفز القطاعات ذات الأولوية. ودعا أبو العنين الشركات الأمريكية لمضاعفة استثماراتها، مستفيدة من أن مصر أكبر سوق محلي، كما أنها ملتزمة باتفاقيات التجارة الحرة مع ما يقرب من نصف دول العالم التي تضم نحو 2 مليار مستهلك، مؤكدا أن هذا هو وقت الاستثمار في مصر. وطالب الشركات الأمريكية بأن تتخذ من مصر بوابة لها للإنتاج والتصدير للشرق الأوسط وأفريقيا. ودعا النائب محمد أبو العنين وكيل مجلس النواب إلى الإسراع في توقيع اتفاقية تجارة حرة مصرية أمريكية، والتي عقد ملتقى اقتصادي مصري أمريكي سنوي للمستثمرين لزيادة سبل التعاون الاقتصادي والتجاري وزيادة الاستثمارات بين البلدين. واختتم أبو العنين كلمته بالتأكيد على أهمية تقوية دور الولايات المتحدة الأمريكية لحل أزمة سد النهضة، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة لديها مفتاح حل الأزمة ولديها القدرة على الضغط على إثيوبيا من أجل التفاوض بحسن نية وبإرادة سياسية جادة وفي إطار زمني محدد للوصول إلى اتفاق جديد يحقق مصالح الدول الثلاث، محذرا من أن عدم اتخاذ خطوات لتسوية الأزمة ينذر بصراعات جديدة. فالنيل بالنسبة لمصر هو مصدر الحياة لشعبها، هو مصدر 97% من المياه، ومصر لن تتسامح مع أي تهديد وجودي لحياة مواطنيها. اسمح لي استاذ رفعت قبل ما نتحدث عن المؤتمر، يعني في وقت الصعاب يظهر معدن الرجال، وسياده النائب محمد ابو العنين وكيل مجلس النواب دوما ما يضرب النموذج الامثل في الوطنيه، حقيقه يحتدى به، لانه سواء كان في مجلس النواب او من غير مجلس النواب، رجل اقتصادي وصناعه وطني من الطراز الرفيع بيحاول ان هو دايما ينقل الصوره بشكل واضح الى الخارج. يعني بنشوف من بعد احداث 2011 وفي اعقاب ثوره 30 يونيو 2013 بيحاول دايما ان هو يوضح ما تقوم به الدولة المصرية من إنجازات في العديد من المجالات بما يصب في مصلحة القيادة السياسية، وأكيد طبعا استقرار الوضع الوطني والأمن في مصر، ويعني إظهار الحقيقة، لأن الحقيقة في معلومات مغلوطة كتيرة جدا بالنسبة للعالم الخارجي. كيف تبعت هذه الكلمة الحقيقة التي لم يترك فيها سيادة النائب محمد أبو العنين جزء لم يتحدث فيه؟ زي ما حضرتك أشرت، يعني أولا لأن سيادة النائب محمد أبو العنين يجمع الصفتين، كونه نائب وكيل مجلس النواب فملم بالواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي في الدولة كلها،
نمرة اثنين أنه من أبرز رجال الأعمال في مصر، وبالتالي عندما يتحدث باسم القطاع الخاص فبيكون معبر عن واقع طبيعة العلاقة ما بين القطاع الخاص وبين الدولة ومدى اهتمام الدولة بتشجيع القطاع الخاص. فنبدأ في الجزء الأولاني عندما أشار النائب محمد أبو العنان في هذا الملتقى بفيلم تسجيلي يبين على الطبيعة ما يحدث في مصر حاليا على أساس كم المشروعات القومية اللي اتعملت وجهود الدولة في كل مجالات التنمية المختلفة، بل بالعكس انتقل بعد الفيلم التسجيلي إلى المطالبة بأنهم يأتوا إلى مصر ليشاهدوا ما شاهدوه في الفيلم التسجيلي على أرض الواقع. وبالإضافة إلى كده التقوا مع كل طوائف المجتمع، مش هنقول لكم لا التقوا بفلان وفلان وخلان بس لا، بكل فئات المجتمع لتشهدوا على الطبيعة ما يحدث في مصر حاليا. بالإضافة إلى الجزئية دايما الغرب بيحاول يعني يستغلها بعضهم يعني لمحاولة تشويه الصورة في مصر قضية حقوق الإنسان، مع أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أوضحها أكثر من مرة ورد على طبيعة الأسئلة اللي بتبقى مجهزة مسبقا ليه دائما في الزيارات الخارجية لمحاولة يعني إيه محاولة تشويه الصورة في مصر، قال لهم حقوق الإنسان عندي مختلفة. مش قضية بقى إن أنا حرية رأي وتعبير فقط لكن أنا عندي حقه في التعليم وحقه في الصحة وحقه في المسكن الملائم وإنه يشرب مية نظيفة، أنا عندي 105 مليون إنسان في رقابتي أنا مسؤول عنهم فلابد أن أوفر لهم كل ذلك. دي حقوق الإنسان الحقيقية وليس حقه أو الاهتمام بل حقه في التظاهر وخلافه. أنتوا عندكم حقوق الإنسان بشكل أنا عندي مختلف تماما، مفهوم شامل. أنا ممكن حقه في التظاهر ولكن لا يتم الاهتمام بالصحة ولا بالتعليم ولا بالطرق ولا بكذا ولا المسكن الملائم، هل هذا هو الصحيح؟ بالعكس ما تفعله مصر هو الصحيح. الجانب الآخر عندما أكد سيادة النائب محمد أبو العنين على طبيعة العلاقات المصرية الأمريكية، طبعا هي علاقات استراتيجية وطيدة جدا وعمرها ما هتتأثر بأي أحداث أخرى تاني، لأن من مصلحة البلدين يعني هي تبادل مصالح. مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية تكون علاقتها بمصر نظر لثقلها في منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي، وأيضا الولايات المتحدة كقوة عالمية كبرى اقتصاديا وعسكريا وخلافه. ولهذا طالب بالنسبة لرجال الأعمال الأمريكيين أن يأتوا إلى مصر نظرا لأن الاستثمار في مصر يعتبر من أفضل أسواق الاستثمار على مستوى العالم كله، وليأتوا وليساهموا في عملية التنمية والاستثمار، وبالتالي هنا نقوي العلاقات المصرية الأمريكية ونوقع اتفاقية شراكة مزدوجة ما بين مصر وبين أمريكا على أساس أنه هم يزيدوا من استثماراتهم في مصر وهيكونوا هم مستفيدين واحنا مستفيدين أكيد. ونقوي العلاقات المصرية الأمريكية أكثر وأكثر مما هي الواقع الحالي. الحقيقة كانت زيارة هامة وملتقى هام جدا، وتم فيه شرح العديد من القضايا اللي حضرتك كمان يعني وضحتها لنا بشكل أكبر. بشكرك شكرا جزيلا الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ رفعت فياض.